بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إخواني وأخواتي، أبنائي وبناتي المواطنين والمقيمين على أرض المملكة العربية السعودية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فتعلمون حفظكم الله ورعاكم ما يعانيه العالم بسبب تفشي جائحة كورونا المستجد، كفانا الله وإياكم والعالم أجمع شرها. إننا نعيش في مرحلة صعبة في تاريخ العالم، ولكننا ندرك تماما أنها مرحلة ستمر وتمضي رغم قسوتها ومرارتها وصعوبتها. مؤمنين بقول الله تعالى: إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. وستتحول هذه الأزمة في التاريخ، يثبت مواجهة الإنسان واحدة مع الجدائد التي تمر بها البشرية. إن بلادكم المملكة العربية السعودية مستمرة في اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية لمواجهة هذه الجائحة والحد من آثارها، مستعينة بالله تعالى ما لديها من إمكانيات في طريعتها. عزيمتكم قوية في مواجهة الشدائد بثبات المؤمنين العاملين بالأسباب. إنما أظهرتم من قوة وثبات وبلاء حسن ومواجهة مشرفة لهذه المرحلة الصعبة، وتعاونكم التام مع الأجهزة المعنية هو أحد أهم الروافد والمرتكزات نجاح جهود الدولة، التي تجعل المحافظة على صحة الإنسان في طليعة اهتماماتها ومقدمات أولياتها. لذلك أؤكد لكم حرصنا الشديد على توفير ما يلزم المواطن والمقيم بهذه الأرض الطيبة من دواء وغذاء واحتياجات معيشية. إن القطاعات الحكومية كافة في مقدمتها وزارة الصحة تبذل كل ما لديها إمكانياتها لاتخاذ التدابير الضرورية للمحافظة على صحة المواطن والمقيم. أريد أشكر كل الجهات الحكومية على جهودها، ولخص العاملين في المجال الصحي، ولكن الذين يقدمون جهودا جليلة للمحافظة على صحة المواطن والمقيم، بادرين نفوسهم في مواجهة هذه المرحلة الدقيقة. نؤكد على مواصلة العمل الجاد في هذا الوقت الصعب، ولا تتم إلا بالتكاتف والتعاون ومواصلة الروح الإيجابية وتعزيز الوعي الفردي والجماعي، والتزام ما يصدر من الجهات المعنية من توجيهات والتعليمات والإرشادات في سبيل مواجهة هذه الجائحة. أيها الأخوة والأخوات، بناتي وأبنائي، لقد تعودتم مني على الصراحة، ولذلك أبادركم بالقول إننا نمر بمرحلة صعبة ضمن ما يمرها العالم كله. وأقول لكم أيضا إن المرحلة المقبلة ستكون أكثر صعوبة على المستوى العالمي لمواجهة الانتشار السريع لهذه الجائحة، ولكنني في الوقت ذاته أعلم إننا سنواجه المصاعب بإيماننا بالله وتوكلنا عليه وعملنا بالأسباب وبذل الغالي والنفيس للمحافظة على صحة الإنسان وسلامته وتوفير كل أسباب العيش الكريمة له، مستندين على صلابتكم وقوة عزيمتكم وعلو إحساسكم بالمسؤولية الجماعية. أدم الله علينا توفيقه وسددنا كل خير، حفظ الله بلادنا وسائر بلدان العالم، وحفظ الإنسانية جمعاء من كل مكروه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.